بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى. وفي هذه الحصة سأحاول إعطاء مجموعة من الأفكار حول تمارين من تمارين الهندسة الفضائية. لدينا هنا 6 تمارين كما تلاحظون، سواء بي سي دي اف جي اش ان كوب تيل كو بي غلاس سنتيمتر. لدينا هنا مكعب اسمه ا بي سي دي او اف جي اش، وطول حرفه يساوي 6 سنتيمتر. ا بي يساوي 6 سنتيمتر، هذا يعني أن جميع هذه الأضلاع ا بي تساوي بي سي تساوي سي دي تساوي او دي تساوي ا او تساوي او اش إلى آخره. Donc j'ai mis au départ c'est 6 cm. Donc soit il le milieu du côté AB, donc AB يساوي 6 cm منتصفه هو I. Donc لدينا BG KL MNOP ان كوب، donc عبارة كذلك عن مكعب. Donc حصلنا عليه بالطريقة التالية. Donc لدينا النقطة P تنتمي إلى القطع FE، حيث إن المسافة الفاصلة بين F و P هي ثلثي المسافة الفاصلة بين F و A. Donc هنا إعادة الرسم غير مطلوبة، لكن لمن يريد إنشاءه من جديد فإن للحصول على النقطة P يكفي أن نقوم بتقسيم القطع FE إلى ثلاث قطع متقيسة، ثم نأخذ الثلثين. دونك بين قوسين هنا voir la figure. دونك السؤال الأول montre que FP égale à 2 racine carrée de 5. سنبين أن المسافة FP المسافة الفاصلة بين F و P تساوي 2 ج مربع 5. دونك أولا هنا لدينا مكعب. دونك عندما نقول مكعب فإن الأوجه الجانبية، دونك جميع هذه الأوجه الجانبية هي عبارة عن مكعب. لاحظوا هنا يمكنني أن أسحب أولا الوجه الجانبي الذي اسمه BCGF، وكذلك القاعدة العليا دونك EFGH يمكنني أن أسحبهما هكذا. كذلك يمكنني أن أسحب هذا الوجه، الوجه الأمامي ABFE. دونك هنا سنحصل على المثلث بطبيعة الحال بشكل واضح، دونك المثلث FBE مثلث قائم الزاوية. لماذا؟ لأن الوجه جانبي، قلت هذا الوجه الجانبي هو عبارة عن مربع، وبالتالي فإن نقطة B هنا تمثل زاوية قائمة بطبيعة الحال. هنا لدينا زاوية قائمة، يعني أن المثلث FBE هو مثلث قائم الزاوية في B. وبالتالي يمكننا أن نستعمل مبرهنة فيثاغورس. دونك مبرهنة فيثاغورس بطبيعة الحال هنا مباشرة. دونك لدينا FB تساوي 6 سنتيمتر، دونك لأن FB تساوي AB، ولدينا BE تساوي 3 سنتيمترات. دونك لماذا؟ لأن E منتصف AB و AB تساوي 6 سنتيمتر. وبتطبيقنا لمبرهنة فيثاغورس سنجد بأن FE أو FE أس 2 تساوي FB أس 2 زائد BE أس 2، 6 أس 2 زائد 3 أس 2. دونك 6 أس 2 36، 3 أس 2 هي 9، 6 و 3 زائد 9 تساوي 45. دونك 45 يمكننا أن نفككها إلى 9 في 5، وبالتالي فإن FE تساوي 3 ج مربع 5. بالنسبة لـ FP، لدينا هنا FP تساوي 2 على 3 FE، دونك سنضرب 2 على 3 في 3 ج مربع 5، دونك سنختزل بـ3 وسنحصل على 2 ج مربع 5 كما تلاحظون. بالنسبة للسؤال الثاني montre que PM égale à 2 cm، سنبين أن PM تساوي 2 cm، دونك هنا سنستعمل مبرهنة طاليس في المثلث FBE. وفي هذا المثلث FBE بطبيعة الحال هذا مكعب، دونك عبارة عن مكعب اللون باللون الأزرق، مجسم ملون باللون الأزرق عبارة عن مكعب. وبالتالي فإن PMBL عبارة عن مربع، وبالتالي فإن PM يوازي BL، وهذا يعني أن PM يوازي BE. إذا بتطبيقنا لمبرهنة فيثاغورس سنجد بأن PM تساوي ثلثي المسافة BE. PM تساوي 2 على 3 في 3، لأن B تساوي 3، 2 على 3 في 3 هي 2 بطبيعة الحال. ثم كالكولي FO، دونك سنحسب المسافة FO. دونك لكي نحسب المسافة FO سنقوم بتطبيق مبرهنة فيثاغورس من جديد في المثلث، هذه المرة في المثلث FMO. هذا المثلث FMO هو كذلك مثلث قائم الزاوية، المثلث يوجد داخل الهرم بطبيعة الحال. المثلث يوجد داخل الهرم. يمكننا أن أرسم M، يمكنني أن أرسم MO هنا. دونك هذا المثلث الذي يوجد داخل الهرم اسمه FMO، مثلث قائم الزاوية في M. دونك لماذا؟ لأن FM عمودي على MN. دونك لاحظوا أن FM عمودي على MN، لأن MN يوازي BC و FB عمودي على BC، وكذلك FM يوازي FM عمودي على MP، لأن MP يوازي BA و FB عمودي على BA. إذا بما أن مثلث قائم الزاوية هنا، دونك مثلث FMO قائم الزاوية في M، فإن بطبيعة الحال يمكننا استعمال مبرهنة فيثاغورس. دونك لدينا FM تساوي 4. لماذا 4؟ لأن BM تساوي 2 و FB تساوي 6.
هذا يعني ان اف ام تساوي 4. وكذلك يمكننا حساب ام او، دونك بما ان المثلث بي ام او مثلث قائم زاويه متساوي الساقين في بي، فهذا يعني ان او ام تساوي 2 جي مربع 2. دونك لكي نحسب اف او سنطبق مبرهنات فيثاغورس. Déterminer K, le rapport de réduction qui transforme le cube ABCDEFGH au cube BGKLMNOP. Donc, ما هو معامل صغير الذي يمكننا من تحويل المكعب الكبير الذي هو ABCDEFGH إلى المكعب الصغير الذي هو BGKLMNOP. Donc, هنا يمكننا حساب هذا المعامل بطريقة بسيطة. يكفي أن نقسم طول الضلع طبيعة الحال في المكعب الصغير على طول ضلع في المثلث الكبير، عفوا في المكعب الكبير. دونك لدينا هنا PM تساوي 2، لدينا هنا AB تساوي 3. دونك عندما نقسم 2 على 3 فنحصل على 2 على 6 نحصل على 1 على 3. هذا يعني ان معامل الصغير هو 1 على 3. كالكولي لو فوليوم دو لا بيراميد FMNOP. دونك لكي نحسب حجم الهرم F MNOP، هذا الهرم. دونك بطبيعة الحال هنا تطبيق مباشر لقاعدة حساب مساحة حجم الهرم. دونك V يساوي 1 على 3 في مساحة القاعدة في الارتفاع. دونك هنا القاعدة ديال الهرم عبارة عن مربع، وبالتالي سنضرب 2 في 2. 2 في 2 تساوي 4. في H الذي هو كذلك 4. دونك 4 في 4 تساوي 16 مقسومة على 3.